عملكم اختصاصكم؟ بسعيد رضوان، في مجال عملي في تسمين العجول. سيد سعيد، شو انطباعك عن المعرض؟ معرض مليح، في كل لقيت فيها كل اللي بحتاجه، وفيها كثير من أخذت منه كثير من المعلومات، وساعدني في كثير في عملي والمجال اللي رايح أعمل فيه. شو رأي حضرتك بجمعية تراب المنظمة لهذا العمل؟ هل ممكن أن تشاركوا بالمعارض المقبلة؟ إن شاء الله إن شاء الله، إذا في معارض في مجال عملنا راح نشارك إن شاء الله. شكرا كثير لك، نتمنى لك يوم سعيد. شكرا لكم.